النظام المستبد الذي كان يحكم العراق حاول أن ينتزع حب أهل البيت من قلوب العراقيين. كان يقطع الطريق منذ البداية، منذ المتوكل العباسي كان يقطع الطريق على زوار الإمام الحسين عليه السلام. أن هذه المسيرة هي مسيرة الجهاد والتضحية والفداء سوف تستمر بإذن الله تعالى. مسيرة المقاومة للطغيان، مسيرة المقاومة للاستبداد،